الاصلح ما راح ينفى المباراه اليوم، يعني ربما شو مباراه تشكوكيه كيف تنقولوا، فكانت مقابله قويه ضد فريق منظم اللي هو فريق الحسيمه. فمن بدايه اللقاء لقينا البلوك تاع الحسيمه يعني في نص الملعب ديالهم، حاولنا ما يمكن اننا يعني نهاجموا يعني نستغلوا يعني الاجنحه. ف يعني المباراه يعني الشوط الاول سالب 0-0، في الشوط الثاني كانوا مسبقين شيء، لكن الحمد لله ما هبطناش يدينا يعني في اخر دقيقه حصلنا على هدف التعادل، وان شاء الله المباراه الجايه نفكروا مثلا الان في المباراه الجايه ان شاء الله.